طيب دكتور خالد، كنت بتتكلم من شوية عن الإسلاموفوبيا. عايز أعرف من خلال مركز سلام ومن خلال هذا المؤتمر إحنا شغالين على إيه علشان يتم تصحيح المفاهيم المغلوطة اللي ألصقها الجماعات أو ألصقتها الجماعات المتطرفة بالدين الإسلامي. الإسلاموفوبيا وهو ظاهرة الرهاب المرضي من الإسلام، والرهاب المرضي الإسلام له أسباب مختلفة، منها التيار التطرف اللي بيجتاح العالم في ولا يعرف دينا ولا يعرف لا يعرف دينا ولا ثقافة، ومنها أيضا أن هناك متاجرين يحاولون أن يتاجروا بهذه النزعة الشريرة وينثروا النار ويتعمدوا نثر النار بين الحين والحين لأهداف ما، ودايما بتبقى أهداف مصلحية أو شريرة. ومن هذه الأسباب أو بعض هذه الأسباب الحقيقة، وخلينا نكون واضحين، إن نحن بهذه أو هذه الجماعات، مش نحن طبعا، إحنا الجماعات دي مش مننا، لكن هذه الجماعات بهذه الصورة تقدم صورة سيئة، تسيء جدا للدين، تسيء جدا للنبي عليه الصلاة والسلام، تسيء جدا للقرآن الكريم أمام العالم، فيستغلها من يستغلها لهذا وده يا الصالح. دكتور خالد اللي خلينا نقول ان احنا محتاجين مواجهات فكريه مختلفه نعم، لتصحيح هذه المفاهيم. لابد ان يعرف العالم ان هذا الدين وهذا مليء بالاخلاق، مليء بالقيم. الدين عندنا تلتين قيم، تلتين او تلتين او تلتين اخلاق، والباقي احكام وعقائد. فلابد ان يعرف العالم هذه. هنا بقى التحدي، واللي قالت مركز السلام والامانه ودار الافتاء المصريه ان هو يجتهد لتوصيله للعالم، لتصحيح هذه الصوره. ازاي؟ نحن نستخدم الوسائل المعاصره، الوسائل زي السوشيال ميديا، اللي زي وسائل الاعلام المعاصره، اللي زي الجولات، اللي يعني لا تتخيلي ولا يتخيل المشاهد مدى الاثر الذي تأثر به العالم من زيارة الأخيرة لفضيلة المفتي لمجلس العموم واللوردات البريطاني، وهذه الكلمة التي ألقاها فضيلته على هذه الكلمات والمقابلات والجهود التي أجراها فضيلته على صورة ما تصحيح الصورة التي كان يتخيلها كثير من الناس، صحيح، والتي لوثها جماعات التطرف، والتي قام فضيلة المفتي بمواجهتها الحقيقة في لقائه الأخير. لكن جماعات التطرف لوثت هذه الصورة، وفي هذا اللقاء الذي اجتمع فيه مع مجلس اللوردات والعموم البريطاني، إلى قد إيه الصورة بتتضح، وقد إيه الناس بتستجيب وتتفاعل بصورة صحيحة. وده الجهد الإيجابي الذي نريد أن نفعله ونستثمره ونثمره ونبني عليه، علشان الصورة تصل للناس بصورة صحيحة، ويبقى بعد ذلك من يعزفون خارج السرب، من يريدون أن يستغلوا لمصالح ما أو كذا، برضو لهم طريقة في الرد وفي المحاورة. طيب.